الأم صانعة الرجال ومربية الأجيال ومدرسة الأبطال. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحيا بالري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآهرهم مدى الآفاق. الأمهات هن من صنعن لنا علماء أجلاء وقادة حكماء وعبادا وأتقياء ومخترعين وأذكياء. الأمهات هن من أوجدن لنا المفكرين والمخترعين والعلماء وغيرهم وغيرهم، هن الأمهات. نعم، ولقد أخطأ من قال أن المرأة نصف المجتمع، بل المرأة المجتمع كله.